كمحامي ورجل مهنة وخبير في الشؤون القانونية، على تعليقك على الصيغة النهائية اللي تم التوافق عليها في لجنة التشريع وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب قبل عرضها على التصويت الآن بخصوص قانون العقوبات البديلة، لأنه كان التعديلات في أكثر من أبرزها ربما مسألة شراء العقوبة أو الغرامة المالية أيضا في تسميتها القانونية، ورفع المدة السجنية اللي كان الحديث عليها من عامين من أجل الاستفادة ولات 5 سنين، ومن بعد تم توافق عليها. فبشكل عام كمحامي سي مراد زيبوح، كيف تعلق على هذا الصيغة التي تم التوافق عليها في نهاية المطاف؟ أولا يجب الإشارة بأن موضوع بدائل العقوبات السالبة ليس موضوع اليوم، فأذكركم بأنه في مدينة إفران في 14 و17 نوفمبر 2000 تم عقد مناظرة وطنية حول هذا الموضوع، بمعنى أن التفكير المغربي والمشرع المغربي وكذلك القوى الحية فيه كان تفكير منذ حوالي 23 سنة، بمعنى أن الأمر ليس بجديد. وأيضا إلى جينا التاريخ ديال هذه العقوبات البديلة، فربما بعض المؤرخين يشيرون إلى أحد العلماء الإجرام في سويسرا والذي تم تقدم بتعديلات حول القانون الجنائي السويسري في 1917، بمعنى آخر أن هذا الأمر، وبعد ذلك طبعا نحوه مجموعة من التشريعات الفرنسية وغيره. الموضوع الجديد اليوم في العقوبات البديلة، أولا أن الموضوع قدم بشكل ربما ملتبس للرأي العام، فسبب الذي خلق الضجة، لأنه ملي كنجيو القوس والحكومي مثلا في البرلمان يقول لك غادي تشري النهارات، مصطلح تشري النهارات هو خلق ضجة حقيقة وأفشل، يعني وكان حاول يفشل، حطنا أمام غموض أكثر ما حطنا أمام وضوح ولا تبسيط ديال القانون. ومنطق اللغوي ملي كنقول غرامة ما كنقولوش شراء، الشراء يعني غادي يولي البيع والشراء في العقوبة، بمعنى أن أنت كتشوف أنه الأسلم نسميوه بغرامة يومية. المشرع أصلا المشرع في المشروع الأول ديالو تكلم على الغرامة اليومية، ما تكلمش على البيع والشراء، هذه الأولى، وتكلم على 100 درهم 2000 درهم، بمعنى أنه غادي يتم تحديدها حسب الدخل ديال كل فرد. النقاش اليوم أعتقد أن المشروع الآن الذي أمامي واليوم هو منزوع من هذه الغرامة اليومية، على ما يبدو أن المشرع اكتفى بالعمل لأجل المنفعة العامة. ولكن الغموض اللي كاين جديد، وحنا طلبنا توضيح من وزارة العدل في هذا الموضوع، قال لك أنه اللجنة رجعت هذا التعديل بعد هذا الصيغة النهائية اللي تم نشرها في الموقع الإلكتروني واللي هي موجودة، اللجنة رجعت مسألة العقوبات اليومية. فحتى الآن أنتم كمحامين مازال ما توصلتوش بمعلومة نهائية ولا صيغة نهائية. أنا جسين دابا أنا كنتكلم معك وأمامي المشروع ديال القانون ومحمل من الموقع ديال البرلمان، بما أن الموقع رسمي، ما تم التخلي فيه من حكومة تخلات على هذه العقوبات اليومية. إلى رجعتها ما عندناش مشكل. هذا هو المشكل اللي كاين سي مواد زيبوح، لأنه حتى احنا هذه المعلومة اللي كانت عندنا وهذه الصيغة اللي موجودة ومطروحة للنقاش وكاينة في الموقع الإلكتروني، ولكن لما سألنا نواب برلمانيين أكدوا لنا بأنه اللجنة رجعت الغرامة اليومية وبقى ما خرجاتش في الصيغة النهائية لأنه خاص مازال يدوز للتصويت. ففي نظرك علاش قانون بمثل هذه الأهمية فيه هذا التواصل، خلينا نسميه ربما عقيم ربما فقير ربما غير منظم، ولكن كاين اليوم مشكل عند رأي العام المغربي بأنه ما عارفش المعلومة الكاملة والواضحة، وهذا مشكل، لأنه اليوم من وجدوا أنه صحفي ورجل القانون كيوجد نفسه عاجز أمام الوصول إلى معلومة، فما أدرك بالمواطن العادي، بمعنى أن الحكومة أو المسؤول الحكومي ربما يخاف ويخشى من هجوم معين حول موضوع معين، فيحاول طبعا تمريره بطرق من تحتها، يعني الشيء اللي كي يعني فلسفة من تحتها يبدو أنها كتخدم في هذا القانون. للأسف اللي بغي نقول أننا نناقشه بعيدا ربما تما هذا الشيء اللي داروه، ولكن اللي بغيت نقول هو أن بالنسبة لنا المراقبة الإلكترونية ما عادش تخلق لنا مشكل، لأنه مزيان أنه إلا كانت شي أمور اللي فيها ربما، لأنه مش حالة في المشروع الأول كان ضرب الجرح
وغيره والاعتداء على المرأة وهذا كاين لا يشمله هذه العقوبة كبديلة. اليوم خرجنا هذا المقتضى بمعنى أنه ممكن إلا كان شيء عنف ولا كذا ممكن يديروا السوار الإلكتروني على أساس أنه هذا صاحب السوار ما يقتربش من الضحايا وكذا وربما يبعد حتى المدينة اللي كاين فيها على أساس أنه باش نجنبوا أنه الاستضافة. شنو أهم حاجة اللي غادي يجيب قانون العقوبات البديلة في نظرك سي زيبو؟ أنا أعتقد أخطر شيء هو شراء هو هذا الشراء أو ما يعترف بالغرامة لأنه الغرامة اليومية. الغرامة اليومية نعطيك أنا مثال دابا اليوم أنا شخصيا على المستوى العملي أنا كنتعاملوا مع الناس اللي كتعاقب بأقل من 5 سنوات هما هذوك الناس اللي ارتكبوا جرائم أولا تجارة مخدرات في العادي يعني المحلي لأنه اللي غير مشمولة بهذا القانون هو التجارة في المخدرات الدولي بمعنى أنه فهم مخالفة التجارة في المخدرات داخليا وكذا ماشي مشكل. هاد الناس تجار مخدرات سارقة الضرب والجرح هاد الناس دابا انا مثلا تعدى عليه واحد السيد ضربني وهذا وغدا كنلقاه كيخلص الغرامات اليوميه وبرا كيدور كيفاش غادي نتعامل معاه؟ قال الوزير وهبي انه غيكون مرتبط هاد الشيء بالتنازل ديال الضحيه بحسب ما قيل ما لقيناش في القانون. دابا المدابة القاضي واش غادي يسمع غادي ينفذ الكلام ديال السيد الوزير ولا غادي يرجع للنص القانوني؟ ما كاينش نص القانون. إذن هذه الاولى. الحاجه الثانيه في الشيك انا سمعت قبيله بان الزميل ربما تكلم على الشيك انه يخرج. خصكم تعرفوا استاذ الكريم بانه الناس اللي كتدخل الحبس وما عندها ما بغاتش تخلص الشيك راه اصلا هي اصلا معوله عليه يعني فهمتني يعني مثلا السيد كان الحبس هو الحاجه الوحيده اللي ممكن انني نقدر نخوفه منه نقول له ديرها الا ما عطيتنيش شي صغيره غادي ندفع ديك الشيك وغادي ندخل للحبس. دابا الا بقيت تقول له لان العقوبات اكثر من خمس سنوات راه كلشي الجناح يعني الا ما بقاتش العقوبه حتى في الشيكات ما غتبقاش القيمه ديال الشيكات تعطي الشيك الا مشينا بهذا المنطق هذا وبهذا الاخر وخمس سنوات يعني من رفعناها خمس سنوات يعني كنقولوا كاع الجناح من غير طبعا المنصوص عليها واللي هي اغلبها جنايات هذاك الشيء اللي منصوص عليه كاستثناءات يعني الجناح كاملين غادي يمشيو في العقوبات البديله. وهذه العقوبات البديله العمل المنفعه العامه نمشي لواحد المركز وهذا هذه مساله المنفعه العامه الى اي حد كتشوفها عمليه وممكنه لانه كاين اليوم الشارع كيشكك فيها كيقول لك غنجيب واحد داير مخالفات ولا جريمه ولا جنحه وغنديه ديال المنفعه العامه وانا غادي نديرو في مركز ديال مثلا هو السيد عنده العنف مثلا ولا ما نعرف وغادي نجيبو انا المركز ديال الاطفال مثلا ولا نجيبو المركز ديال المسنين ولا نجيبو المستشفى وفيه مجموعه ديال الادويه اللي ربما فيها مخدر وهذا غادي ندير نتعامل معاه. إذن النقاش ربما انا كنقول بانه واخا خليني حاول النقاش سي مراد زيبو حنسال معك على تصورك انت ومقترحاتك مهنيا وميدانيا شنو كتقترح من جوج ديال الدقائق بعد فاصل قصير جدا اعود لاتساءل معك حول مقترحاتك لتجويد ربما وتطوير هذا القانون بما انه مازال ما تمش المصادقه عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وربما الفائده قد تعم في نهايه المطاف. خليكم ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ المحامي بهيئة وجدة مراد زيبوح نتحدث معه على قانون العقوبات البديلة. سي مراد زيبوح كمحامي واشتغلتي وتشتغل على قضايا متعددة اليوم شنو هو تصورك أنت لقانون العقوبات البديلة في المجمل؟ لا يمكن إلا أن نكون معه ونكون متفقين وتكون فيه إيجابيات ولكن التنزيل والتفعيل دياله خاصو يكون بطريقة تضمن الحقوق ديال الجميع وديال الكل. تخوف اللي كيظهر اليوم خصوصا من الجزء الأول في حوارنا معك هو ضياع حقوق الضحايا في بعض الأحيان أو عدم تكافؤ الفرص والاستفادة من هذا القانون بشكل متساوي ما بين كل المواطنين. فشنو هو التصور اللي ممكن تقترح علينا انت؟ ولما بالنسبه اعتقد في الصيغه ديال الاولى انه ملي تحبت القضيه ديال الغرامه اليوميه كان شويه القانون ممكن انه على الاقل كمرحله لانه ما كنقولش ان الغرامات اليوميه ما عندهمش فائده ولكن خصنا نفهموا
الفلسفه ديال الغرامه اليوميه، نفهموا بان كاين واحد مجموعه ديال المجتمعات تتطور، ملي كيتطور المجتمع مجرد انه كيشوف هذاك الشخص اللي ربما متهم او اللي جاني ربما كينظف الشوارع او انه كيدير واحد العمل تحت المنفعه العامه، فهذا كيحسوا انه فعلا راه نال ما يستحقه بالعقاب. يعني هذه الفلسفه عند المجتمع تتطور بواحد التدريج، بمعنى انه يحس بانه حتى العقوبات البديله هي عقوبات. بمعنى اخر ان المجتمع اليوم هل نضجت الفكره، بمعنى واش المجتمع المغربي وصل النضج ديالو الفكري لهذه العمليه. هذا الشيء باش غادي نمدو خصنا نشوف بشكل تدريجي، لان مفهوم لان دائما التدرج هو شيء ايجابي من خلاله نعطيو واحد الرؤيه وربيو واحد الفكره ديال المجتمع حول هاد العقوبات البديله. الفكره الاولى انه اعتقد انه هاد الغرامات اليوميه 100 درهم، واش كتعرفوا بانه انا نقول لك بانه 70% و80% ديال المسموع تقريبا على الاقل في مدن صغرى، باش نقول لك 80% راه ما عندوش 100 درهم في النهار، وعندكون عنده هو يجيب جورني اصلا 100 درهم في النهار ماشي يرتكب جريمه بواحد النسبه كبيره. بما ان ملي كتقول لنا اقل واحد خصو يخلص 100 درهم في الشهر هي 3000 درهم، هنا كتهضر تقريبا السميك. هذا السيد يكون عنده السميك ما يديرش جريمه، و90% الناس اللي خدامين مثلا كندخلوا ونشوفوا الناس فندير واحد ستاتيستيك ونديروا نشوفوا شكون اللي خدامين عندهم واحد 3000 درهم في الشهر مثلا، خدام في شركه، خدام في مصنع، خدام في شي بلاصات كتدخل له 3000 درهم ونشوفوا النسبه ديالهم في المحاكم او كجونات ما تلقاو نسبه قليله. يعني في العام راه كنتكلموا على واحد 3 مليون ونص ديال السنتيم. بمعنى ان غادي تعطيها لواحد الفئه اللي عندهم الفلوس واللي عندهم الامكانيات واللي ربما والديهم غادي يخلصوا عليهم، حتى الا كانوا قاصرين على والديهم. لكن دابا هذا هو الغموض اللي كاين، انه يقال انه هذه مساله شراء العقوبه ولا الغرامه اليوميه يمكن تاديتها باعمال لفائده المصلحه ولا المنفعه العامه، انه ممكن يخدم الا ما عندوش فلوس ممكن يخدمها. شوف ديك الساعه غادي نحولوها، ماشي غادي نقولوا بان يخدمها، ديك الساعه غادي نحولوها، لان المؤسسه اللي غادي الا قلنا غادي نحولوها له او غادي يخلص، بمعنى ان هذيك المؤسسه ديال المنفعه العامه هي اللي غادي تخلص عليه. وهذه المؤسسه ديال المنفعه العامه راه عندها الناس اللي خدامين عندها بشكل يومي، بمعنى ما محتاجاش انك عاد تجيب لي واحد السيد عقوبه حبسيه عليه ونجي نخلص عليه باش يخدم عندي، فهمت؟ بمعنى انه بلا منطق تجيبوا لي متطوع مرحبا، ولكن باش تقول لي غادي نخلص عليه انايا الاخر ماشي نخلص ايدن، تقول لي بلا اللي ما عندوش غادي ندير له عقوبه ديال بديله اللي هي مثلا المنفعه العامه، عمل من اجل المنفعه العامه. السؤال الثاني عاوتاني، خمس سنين بزاف، عقوبة ديال 5 سنوات باش واحد السيد تحكمت عليه ب4.5 سنين وتجي انت بقدرة قادر تحولها له العمل المنفعة العامة، وفهمني سي مراد زي واش ممكن تعطيني غير واحد 3-4 مثلا ديال الملفات اللي ممكن العقوبة فيهم تكون ما بين 4 سنين وخمس سنين ديال الحبس، غير باش ناخذوا فكرة على نعطيك فكرة، نعطيك بأنه كاع الجنات كاع القضايا اللي كيدوزوا في الابتدائي في المحكمة الابتدائية من غير المخدرات اللي عندنا العقوبة تصل لعشر سنوات، وفي الغالب ما كيحكموش بعشر سنوات إلا إذا كان تجار يعني واحد مجموعة ديال الحالات، أما الحالة العادية هي 4 سنين 5 سنين في الماكسيموم يعني ديالها كتكون هاد العقوبة. بمعنى أنا كنتكلم لك على جميع الجنح، قول أي جنحة، قول أي جنحة في راسك تضربوا الجرح غادي ندير فيها السرقة ندير فيها، إلا إذا كان الأمر يتعلق الاختلاس ولا الرشوة ولا الغدر. طيب ومسألة أنه ما تكونش حالة العود، يعني تكون أول قضية عند هذاك المتهم أو المحكوم وأنه تكون تنازل ديال الضحية، واش ماشي عناصر كتمكن بأنه نعطيك أنا مثال عندنا واحد الناس عندنا حنايا نعطيك أنا وهذه كنشوفها، عندي واحد السيد وزع الشيكان دون رصيد حوالي مليار نصب على الناس مليار وزع الشيكان مليار، جاو شكاو به الناس حكموا عليه ب4 سنين. هاد السيد غادي يخرج يدير العمل المنفعه العامه والفلوس ما عرفناش فين دارهم ويتمتع بهذوك الفلوس، مزيانه مليار 4 سنين زين يبقى الرصيد شوف الرصيد العقوبه ديالو كتوصل ل4 سنين.
شكرا لك سي مراد زيبوح. ربما غير هاد الحالة اللي عطيتينا دابا كافية باش أننا نتأملوا بزاف في هاد القانون وفي التدبير ديالو باش ما نلقاوش راسنا أمام تجاوزات أو عدالة غير متكافئة ما بين جميع المواطنين. شكرا لك كنت ضيفنا هاد الصباح على شدائف أمام.